مشاهدينا أهلا بكم. ارتفاع مضطرد لحالة الإصابة بفيروس كورونا عبر العالم، والعديد من الدول تتخذ إجراءات صارمة وتشدد القيود للحد من تفشي الوباء، ومخافة ارتفاع معدلات الإصابة بشكل أكبر مع دخول فصل الشتاء. وفي آخر الإحصاءات عبر العالم لوضعية الإصابات والوفيات، فقد أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات أو أكثر من 42 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1,143,000 وفاة. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتقول إن كثيرا من الدول في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تسجل ارتفاعا مضطردا للإصابات بكورونا، ونتيجة لذلك باتت المستشفيات وأقسام العناية المركزة قريبة من قدرتها الاستيعابية القصوى أو تجاوزتها على مستوى القارة الأوروبية. فقد تجاوز عدد الإصابات 8.2 ملايين إصابة، وأكثر فيما توفي أكثر من 258 ألف شخص، وقد سجلت حوالي 10,003 وفيات في ألمانيا لوحدها. ألمانيا التي كانت حتى فترة قصيرة بمنأى نسبيا عن الوباء، لكنها الآن تشهد حاليا انتشارا كبيرا له. وبالنظر إلى هذا الوضع المقلق في عدد من بلدان القارة الأوروبية، لجأت العديد من الدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات سعيا لخفض المنح التصاعدي للإصابات بالوباء. وفيها في إسبانيا مثلا نجد أنه تم تسجيل أكثر من مليون إصابة بالفيروس. التاجي في هذا السياق، أعلنت الحكومة الإسبانية الأحد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين 15 يوما، بنية تمديدها حتى 9 من مايو المقبل، في انتظار موافقة مجلس النواب على هذا القرار من أجل وقف الموجة الثانية من الوباء. وقد حذر بيدرو سانشيز من أن البلاد تواجه وضعا بالغ الصعوبة، معلنا عن حظر التجول محليا خلال الليل مبدئيا بين 11 ليلا والسادسة صباحا، مع ترك الخيار لمسؤولي الجهات 17 التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لتقديم أو تأخير انطلاقه وانتهائه بساعة بناء على خصوصية كل جهة، مع تمكينهم من صلاحية اعتماد وتنفيذ تدابير وإجراءات تقييدية مشددة وإغلاق إما جزئي أو كلي للمناطق والأقاليم التي ترتفع بها مؤشرات الإصابة بالمرض. والآن في إيطاليا التي كانت الأكثر تضررا في المراحل الأولى من الأزمة، فقد أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت أكثر أو أعلى معدل يومي بإصابات من كورونا، 19,143 حالة إصابة طبعا جديدة بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37,059 حالة. وقد ارتفع مرضى العناية المركزة إلى أكثر من 1,000 للمرة الأولى منذ أكثر من 5 أشهر. هذا الوضع دفع الحكومة الإيطالية إلى فرض قيود جديدة، قيود ستدخل حيز تنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين 26 من أكتوبر وإلى غاية 24 من نوفمبر المقبل. رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وقع مرسوما جديدا يقضي بفرض قيود أكثر صرامة للحد من التفشي المتسارع لفيروس كورونا، وتتمثل هذه القيود على الخصوص في إغلاق المطاعم وأيضا المقاهي، الحانات ومحلات المثلجات على الساعة 6 مساء، بالإضافة إلى إغلاق السينما والصالات الرياضية، ثم فرض حظر تجول محلي في عدة مناطق. وقد تصاعدت الاحتجاجات في مدن إيطالية عديدة ضد قيود مكافحة فيروس كورونا، لا سيما حظر التجول الليلي أساسا. أما في فرنسا فقد تجاوزت عتبة المليون إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وهو وضع يستمر بالتدهور. السلطات الفرنسية تخشى من موجة ثانية أسوأ من الأولى، وقد أشارت إلى أنها تدرس إجراءات عزل محلية أمام هذا الارتفاع. قررت الحكومة فرض حظر للتجول الليلي الذي بات يشمل منذ مساء الجمعة 46 مليون شخص أو 46 مليون شخص في باريس والمدن الرئيسية، أي ثلثي إجمالي عدد السكان، ولمدة 6 أسابيع. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة.